إذا وصلك هذا المقطع فصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قل سبحان الله في هذا المقطع الذي والله فيه الكثير وفيه العبر وفيه الدروس إلى كل عاق وإلى كل واحد يقصر مع أهله. انظر إلى تلك الأم التي تضحي في نفسها وتضحي في جسدها حتى يعيش ولدها في هناء. وكم من مرة ضحت أمك في نفسها، وضحت في مالها، وضحت في طعامها وفي شرابها حتى تحيا حياة طيبة سعيدة. تذكر والديك وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً.